حلواني إلى حيواناتي نبتي حلواني إلى حيواناتي إلى كيد ودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني بقولي يلا ويتطبعتنات وكم من الدروس تيني كنقا كدين تي إسلام عين بكذا صوت اللي درسيني كي كوري خمرضا إيا حدا أي لاضحي ما أنتنا وحي نقاضن دونا قفك الشراع عادو حلو إذي توقع أحكام تقصو أرورتي أو أه إن قعنت مديق لغتشرو مركة كوباد وتقضع يدو سارق صارق قعنتي سايال لتشراه بثلاث الشرايط مركا لهيلو صدح شردي مركي لهيلو قفكي توقع هاي وحاضي قفكا وحا مهم نقونيسا بواجب السائن قعنتا مديق لغتشرو لكن بشروط قفكاسي وينو يهي قفقا انقاره او المير او السبي يهدو وحاضو حديكم واجبسو وينو عاقل يهي او هدو المير او السبي يبعان وهينو نوين او والن ويهي سان باقفت مرو والن با وحي حدان لوما قعان شريو ارنت ستحاد وحال لغو قعان قوين ايا وينو نساب قارو او نساب كتوغد لغو قعان قوين ايا قفك ربع دينار ايين نغنسا إلهي بوحول سبحانه وتعالى والصارق والصارقة فاقضعوا أيديهما إنان كتوغة إيا إنان تصدو كلاسة من سفر سمحمضة فاقضعوا أيديهما الله بضبق عن تكتر جزاء بما كسبا إلهي بوحولوا أبا المرين وححن إيا أي بلشد بحذة دكو سمائيين لكانا من الله وانا عقوباء له والله عزيز حكيم إلهي إنا أود بليها وانا حكيم مركة سيدي ذا توقة ذا وحالا إلا ذا الشرعيهان وينو قفكو هانتي آنو لهين وقاتا حد قدب وحاسنا ويني نساب الصريقي قاريان ساب الصريقو هنا وأفر قرام او دهب مركو قيمه قارو يشيق وقفكا سيحاضي لكن شروط بي لا ذهي قفكا وحاضي ماشا وحكا حاضي لفتي ذا ايا شروط له او شروط او حكم ذا حرس مثله إنو كحضو حرس مثله إنو كحضو ماكا حرس مثله كم حالي رضا دي وحين وذوقنه مهرضاها الدكان كي والله حرا الشي والبا ميل لغو حفظو أدو بخاري هاي أدو داري هاي أدو العقد هاي وحوة لبا ميل لغو آميني لغا ماكا ميشا لغو آميني وينو غدعا محال ديدة يا مركا وحيابها لغو قعان قوين ايو قفك هديو تشيب كاغا وحكالب حوو لعرارو دو سيخياما وحكاغا قاضو حتى ذاك الطيعات وطاقة دكتور بمساجد كدكتور وحصلنا لكم مكان قينيو سبب طوقة دي قفك النهاب كي كيتشاب كذا وحكلا عربي أرد بات كذا قاضن كرتها لكن توجد وانت بوي كسي حنتو والشيء ماشي اللي جواه من اللوجود عاي وأنا لقابي يا بينا نعدين وقان كرين ووقت أنا دوقان كرين اللقاط سلاوجد بدين توحيوه تبيسي حد قعان قين ka gacanta la goynayaa markay inuu joogno kitaab lujinaayaat magta marka la kala xaqanayo gacanta aan bal la goynayo inta baabacada ayaa la yiraahdaa gacan inta ay ka farxalano oo gacanta inteeda badan way soo hareysa marka magahaana de konto geeli waxa weey inta yar dhaqdhaqaaqaysa oo kuwa laga jaro tuugadana inta la goynayaa waa inta laakiin qofkaasi waa inuu qaangaar yahay waa inuu caaqil yahay sidoo kalena waxaan u xaday waa in nisaab gaaraan xirs mithlihina waa inuu ka xadaa isla markaa waa inuu qof muslima yahay oo mukhtaar ah haddii qofka lagu qasbo tuugadan isaga laftiisii lama xadayo waxaa kale oo ka mid a shuruudaha laa milka lahu fiihi waxaan u xaday ee uu ku mutaysanayo in gacanta la gooyo maal waa inaa milki waa inaanu ku lahayn oo mathalan tusaale ahaan waxaa jira hanti qofku uu leeyaho rahman amba waxaa jira dee gaadhi uu leeyahay amba guri uu leeyaho kiraysan milki maal kalaba ha loo haystee shaygaa hadduu xado looma gacan goynayo oo rubuc diinaar kuwu ugu yaryahay dee xad ma laha badnaanto markaa gaadhi rahan uu u dhigay ayuu dib u xaday amba faylkii gurigu dee dib u xaday amba maal ku jiruu xaday mar haddii uu cidka hantibaha u rahnamaanaadee uu leeyahay milkigiisii tahay gacan gooyi ma jirto sida oo kale walaa shubhata fii maali lmasruuqi minhu
hantida uu hadaya lafteeda waa inaanu shuhubo kulahayn, oo masaajidka hadduu wax ka hado marka horu dadka la leeyahay. Hadduu waalidkiisii hado aabihii iyo hooyadii looma gacan goynayo marka horu hantidaa wax ku leeyahayba. Markaa milkigiisiina waa inaanu ahayn wuxuu hadayaa, shuhubana waa inaanu kulahayn. Shuhubadaasi marka waa wiil wixiis dhalay waxay kala hadaan looma gacan goynayo, dee adab darab ha noqoto oo taxsiiriha ka laasimayso, laakiin wixii isdhalay laysuma gacan goynayo. Badana dee waalid waxba ma xadee, ubadkiiba hadday waxadaan la odhan maayo waa tuugo, dua gurigii aabihii wax ka qaado amba gurigii hooyadii, waa tuqduc iyo duhul yumnaa. Marka koowaad, gacanta midig baa laga jari, min mafsalil kuuci, sidaaynu horu tilmaamnay kuuca mafsalkiisaa laga jari doonaa. Oo markan lug la xaqayo amba gacan la xaqayo amba tuuga loo goynayo, gacanta waxaynu nidhi waa cagta inta lugka la dhigo iyo gacanta inta wax lagu dhirbaho amba lagu farxashaba. Markaa qofkii haddii intaa laga gooyo ilaa garabka waa maxay markaa magti, waa xukuuma la yidhahdo, waa xoolo kale. Weysada marka gacan la yidhaahdo amba lug la yidhaahdo waa haweeyadee ilaa suxulada weeye weysadu, intaasaa gacan la yidhahdo intaan maydhayno lugtana ilaa canqawga. Markaa gacanta maanta la jaraya min mafsal kuuc baa tuugii laga goynaya. Fa in sariqa thaaniyan, mar labaad buu xaday, haddana isagoo midigti maqan tahay iyagoo gacan ibtilowdaye, mar labaad buu xaday haddana. Qudicat rijluhul yusraa, waa la fadhiisin doonaa, oo mar hadduu lagooyadaa islaamka la dhex wareegayo lugta bidix ha laga jaro. Lugta bidix ayaa laga jarayaa, lugtii bidix ma laga gooyay, waa mar labaadkii. waxaa daliilu ah daarqudnisa ku sugan an caliy radiallahu tacaala canhu qaala idaa saraqa saariqu qudicad yaduhul yumnaa, tuugii markii uu xado gacanta midig baa laga jarayaa. Fa in caada, hadduu ku noqdo mar labaad, qudicad rijluhul yusraa, lugta bidix baa laga goyn doonaa oo talantaali baa loo jarayaa. Sidaynu horu sheegnayna wa tuqdacu min mafsili saaqi maca alkhidam, halkaa gumada ayaa laga jarayaa. Tuugaasi haddii saa'il baa la yidhahda uu kusoo weeraro uu gurigaagii usoo dhaco ood aabihisood u taagi weydo oo aad iska celiso, diyo laguguma yeelanayo. Inkastoo maanta dee tuugii reer noqonayo oo mag lagu weydiinayo, haddana shareecadan ka fadhiya weeye, shareecadu ma waa saa'il baa la yidhahdaa, oo man qatala duuna maali fahu shahiid, naftaada iyo maalkaaga iyo uridaadaba waa la difaacayaa wax kastay kugu qaadanayso. Laakiin bilaakhaf, haddii budkaaga tegayo, hadduu warqabta kaaga tegayo, sida ugu fudud baasta, hadday dagaal gaadho oo aad wax yeesho waa hadur weeye. Fa in sariqa thaalithan, haddii uu mar saddexaad waxada maxaa la yeelaya, qudicat yaduhul yusraa, gacanta bidix baa laga jaray haddana. Markii hore gacan midig baa laga gooyey, lug bidix baa laga jaray, gacantii bidix baa laga goynayay haddana. Waa dee naf istaagi weyday sida muwadda ku suganay imaam shaafici musnadkiisaba, ana rajula min ahli lyaman, nin reer yamaneeda ayaa waxaa la jaray lug iyo gacan. Dabeedna abibakar buu u yimi waqti uu amiirka ahaa, wuu ku ashkatooda, wuxuu yidhi ninkii yaman caamilka ka ahaa wuu idulmiyey, gacan iyo lug buu tuhun igu jaray, aanu caddayn loo haynin. Oo tuugada amba waynu qofku qirtaa amba wayn laba markhaati ku caddeeyaan iyadoonay midna jirin ayuu ixaday buu yidhi. Abibakar salaatuleyl buu iska tukanayey, ninkiibaa uu habaaramayo wuxuu lahaa, qofka habeen madow xada qoyskan ahlubeydka ah, ilaahay waxaa iyo waxaa ha yeelo. Ninku dee lug iyo gacan bule uu iska jiitamayo, nin cabanayaabuu iska dhigayay. Salaadii subax markii la tukadayba wax la waayey. Silsilad Asma bint Cumays ay lahayd, waa la deydeeyey, nin baa loogu tegey bahashii laga iibiyey. Markii uu yidhi yaa kay dee ninkii tuuga habeenka iibiyey gacantiiyo lugta lahaa, Abibakar baa waxaa laga qoray, wallaahi habeenkii oo dhan markuu habaarabayey, ducadii isagunbaa ilaahay ku aqbalay buu dhakadiisa. Wallaahi, wallaahi maan ku dhaartay liducaawa calaa nafsii ashaddu cindii calayh min sariqatii, habaarku ishabaarayey baa igaga daran buu yidhi. Ewlaa, haddii reerka ahlubeydka qoyskaa qaaliga ah dee amiir muminiinka reerkii saciid ee xaday, ilaahay waxaa iyo waxaa ha yeelo, ninkii caawo odhan lahaa kiibaaba dee habaarkii isagii isla helay buu yidhi. Haddii uu mar afraad xaado qudicat rijlul yumnaa, lugta midig baa laga fadhiisanaya. Markaa maxaa laga fadhiisiyey? Labadii gacmood waxaa uba labadii gacmood waa timid markii hore lagooyo, lug baa raacday, haddana talantaali baa loo gooyey, madnaba ma haysto. Markaa fa in sariqa bacda dalik,
دوك الكشوف هذا بحين يلينا هذا عزيرة ولا تعزير دونا ولا حير دونا لكن علماء قيبة وحي ليه ولا دليا لم دليا لكن سظاهر كا وكتاب الحدود إلهي بس سبحانه وتعالى ده عيمي قف كان نصاب كله كشر يو يوح الله كشر يو حي أورن بده شرع الله يعطينا سا ميل أورن يستو كي هل دلو أما نكية خمر جعبي هل جلد هذا مو يعني هل دلو ما شفتو سداوية تعزير توحي نغن دونتا وحي حاكم كور أو إن لقراعه إن لحرو إن لمستافريو أيين نغنسا قيل باوح لي ضعيفة والذي لي حديث كاس وحبود لي شنية حديث أبو داود خصوغا هي غير كيبا لكن وحديث ضعيفة أو الله قرر جحاني هاي حديث كاس نوحوها أم بوا مصوخ وحديث الله نصخي سيدا أو قيد توقدوا وحيكمت هاي كبائرتها قف كنا حلال يا حرام بوحي إلهي وحو عم وايهيو دينتي إسلامكو هانتي دي بني آدم كوي حرام تنويسي إيناد حدو إيناد خياميسو إيناد نهاب سفاكستا بركا قف كتشوك سنوايا إيه صور دافا إيه تو نغدا حد اللودي إلهي عدالة ديسا إيه شريعة عدالة ديسا كيكو خيامي إيه غسبك كاكو دعاه حوالها قد كاك حيست بناك كاكو حوك شاك تبا على روحة والله قرب إن حكم كاك عنقوينت كعنقوينت وحا لغو أروريي دادك خطرتا يودع قريها مهردها حتى كو بابورت تشبية وعجرة قاعدو يوقف لنو ميلها اسكي يالم فريال بالو سميسر ايا ويتشبيني بابورت وحبا لغو إلاشدا وانا ميل أمانة مردو تشبيي والوقع عنقيني وحي الوقع عنقيني آد بويرت قعنتها شرفت له اي قيمها له اي هدي قف نبر كاقر فتلقو حق ايه هدي لقاقو يلقو قصاص ايه وحي بلا قيمة كون غنى سامر كي وحده وينو درس جحية وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الواني إلى حيواناتي نبتي الواني إلى حيواناتي إلى كيد وديا